في استوديو البرنامج السيد حسام الحسين، عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين. أحييك حسام، كل عام وانت بألف خير. أخذناك من أجازتك، لكن نعود هذه المرة ونقيم أداء أسواق الإمارات جلسات الأسبوع. رصيد 4 جلسات لهذا الأسبوع. المفاجأة الحقيقة كانت الأربعاء، يوم الأربعاء، أنه أحجام وقيم التداولات تقريبا عادت لمنتصف الأحجام والقيم اللي عهدناها في كل جلسة. لماذا؟ اوكي، هي يمكن انخفاض احجام التداولات كان ظاهرا اكثر في تداولات سوق ابو ظبي عنها في سوق دبي. دبي لربما حافظت على مستويات فوق معدلات ال 800 مليون كقيمه تداولات. احنا مع نهايه الاسبوع الماضي كان هناك، ربما تحدثنا مع بعض، كان هناك الى حد ما تداولات الاسهم القياديه في سوق دبي كانت عمليات التراجع فيها، لم نرى الحماس اللي كنا تعودنا عليه بالفتره الماضيه على الاسهم القياديه، لا سيما على اعمار، على دبي الاسلامي، وهي الاسهم الكل انها ذات وزن كبير على المؤشر. اثناء جلسة هذا الاسبوع كان هناك عمليات تصحيح قوية على بعض الاسهم، لربما ظن الكل انه خلاص هاي هي عمليات جني ارباح، لربما هي تكون مقدمه لعمليات تصحيحيه اكبر. يوم اخر يوم تداول يوم الاربعاء كانت هناك مفاجاه، خصوصا مع منتصف او الثلث الاخير من الجلسه، مع عوده الدخول السيوله القوي على اسهم منطقه. نعم. رفعت من المؤشر بشكل عام، رفعت من احجام التداولات، بالرغم من انه اعمار في اخر جلسه كان اغلاقاته باكثر من اكثر من 2% نزولا على خلفيه الاخبار اللي سمعناها من الهند. طب شو رايك باحدى جلسات الاسبوع اللي جاء فيها سوق دبي بقرابه ملياري درهم في احدى الجلسات من التداول؟ هل يعود السبب لانه تم اضافه كل الارباح على المحافظ وكانت هاي نهايه الفتره الماضيه؟ لا، هو السبب الرئيسي كان عمليه التدوير الكبيره اثناء الجلسه الواحده. هذا الاسبوع تحديدا ميزوا عن غيره من الاسابيع، شفنا حاله تداول انا اسميها ان تداولات عاطفيه بامتياز. كنا نشوف ثلاثه اشكال للجلسه خلال الجلسه الواحده، بدايه السوق بشكل، منتصف جلسه التداول بشكل، ونهايه جلسه التداول بشكل. احسن هيك شوي تغيير جو يعني. ولكن هذا يدل على انه اليوم المستثمرين او المتداولين بالسوق عم باخذوا الامور بعاطفيه اكبر، بين انه لا، ما زالت الاسواق مرشحه للارتفاعات، الاسواق ما زالت محافظه على مكاسبها، احجام التداول ما زالت داعمه، هناك اخبار كبيره ننتظرها لا سيما بالاسبوع القادم. نعم. ولكن في الوقت نفسه السوق لم يصحح احجام ارتفاعات قياسيه، لم تتم عمليات جني. نعم. ارباح. لربما اليوم اللي شفنا فيه 2 مليار هو محصله هذه السلوكيات، ارتفاعات قويه ومن ثم عوده للانخفاض والاغلاقات دون مستويات الافتتاح في ذلك. نعم. في تلك الجلسه تسربت خلال الاسبوع ايضا مجموعه من الاخبار، ربما البعض يقول انها مجرد اخبار، وفي عندنا اخبار شبه مؤكده. اي منها وجدته كان التاثير الاكبر على السوق؟ عندنا البدايه ملمح ربما عن اندماج سوق دبي وابو ظبي، امكانيه اندماجهما. الخبر الثاني عن ترقيه اسواق الامارات الى مؤشر مورغان ستانلي للاسواق الناشئه. اعتقادي الان من الاسواق برايي الشخصي اللي بيخليها لحد اللحظه ماسكه ارباحها وما زالت تقدم لنا هاي احجام تداولات والارتفاعات في الاسعار، هم هذول الخبرين، والمتوقع ان هذول الخبرين يبينوا معنا اكثر في الاسبوع القادم. لربما خبر المتعلق في اندماج السوقين يضلي بظلاله بشكل اكبر، يعني بدليل انه بنشوف تركز التداولات على سوق دبي، على سهم سوق دبي المالي، ارتفاعات كبيره على السهم. نهايه جلسه يوم امس كان تركيز واضح على السهم اكثر من انه خبر الترقيه الى المؤشرات. شو بهمنا كمستثمر اجنبي مثلا انه ننظر على مؤشر واحد بمثل سوق الامارات، انه اكون مثلا حاط كل سيولتي في حساب واحد بدل ما اكون مشتت بين دبي وابو ظبي؟ يعني شو هي فوائد الدمج؟ لا لا، بالعكس، احنا اليوم الدمج اول شيء راح يصب في مرحله في رفع الكفاءه التشغيليه لكلا السوقين، راح يسهل كثير علينا احنا كمتعاملين بالاسواق، سواء كوسطاء، كمستثمرين، كمستثمرين افراد ومستثمرين مؤسسات، لانه نتعامل مع كل سوق على حدى. نظام التقاص في السوقين يعني الى حد ما مختلف. كوسيط انا عندي لازم يكون عندي ضمانات بنكيه مقدمه لسوق دبي مختلفه عن ضمانات بنكيه مقدمه لسوق ابو ظبي، لا استطيع التنقل فيها بسهوله. المستثمر الاجنبي اليوم لنقل الملكيات، فهناك عامل في وقت ويعني ممكن اختصاره بسهوله. يعني ربما الكل كان يطالب، وعم نسمع هذا الخبر من فتره، اليوم عم نسمعه بشكل يعني في جديه اكثر. نعم. لربما حتى يعني بعض الجهات، اوكي، الجهات غير رسميه،
يعني تقدم الخبر بشكل 100% وتعطي حتى أرقام عادلة لمستوى لأسعار التقييم. نبقى طبعا للحديث هذه المرة عن أسواق الإمارات وماذا نتوقع أيضا لأداء الأسبوع القادم. نقف على بعض من الحدود السعرية التي وجدناها ولمسناها لهذا الأسبوع. أرجو أن تبقى معنا.